مرحبا بكم اعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية الصف الثالث متوسط المنهج الجديد درست اليوم اليونت الثاني الدرس الثالث هذا الدرس ببعض الكلمات المهمة المتعلقة بأنواع الأفلام قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيج الفيسبوك الأستاذ طه حسين ومدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثالث متوسط نبدأ بالدرس كالعادة يونت 2 لسن 3 اليونت الثاني الدرس الثالث عنوان الدرس my favorite kind of book نوعي المفضل من الكتب هنا منطين صور لمجموعة من الأغلفة المتعلقة بالكتب يعني صور أغلفة لكتب بالبداية شي يقول لي يقول لي study the book covers قم بدراسة أغلفة الكتب هذه and reviews والمراجعات كل كتاب منطين عليه مراجعة أو ملخص للفكرة مع الكتاب match each book with the type of in the box طابق كل غلاف كتاب أو كل كتاب بالنوع الخاص به في الصندوق بالكلمات اللي بالصندوق مبدئيا انت كطالب هذه الكلمات يجب حفظ معانيها يعني للحفظ كمعاني ليش بعد قليل راح تعرفون انه من الممكن يجيني احد هذه الكلمات او هذه الجمل بسؤال الاسقاطات ويطلب من عندي ان اني اسقط الكلمه بالفراغ المناسب سؤال الاسقاطات يعتمد بشكل اساسي على المعنى مبدئيا كلمه ادفنتشر ادفنتشر معناها مغامره احفظ معاني كلمات كوميدي ما يحتاج اترجمها معناها مضحك فيكشن uh, معناها خيال خيالي فيلم خيالي هورر معناها رعب فيلم رعب ترابل معناها سفر هسه يقول لك هذني انواع الافلام وذني اغلفه كتب او اغلبه الكتب اللي صارت افلام مستقبلا وصل كل كتاب او كل فيلم بالعنوان او بالنوع المناسب له من ذني الكلمات يعني على سبيل المثال الغلاف الاول شو يقول؟ يقول packed with detailed information. This is the definitive guide for the discerning traveler. Don't go without it. شو يقول لي؟ يقول لي packed with detailed information. مليء بالمعلومات التفصيليه. This is the definitive guide. Guide معناها دليل. يقول لك هذا الكتاب يعتبر دليل نهائي for the discerning traveler للمسافر المميز. Don't go without it. لا تذهب بدونها طين شنو ديستنيشن ايجيبت الوجهه ايجيبت من خلال قراءتك لهذا الملخص لهذا الكتاب او هذا الفيلم شو تتوقع هذا الكتاب يعتبر ادفنتشر مغامره اكيد لا كوميدي مضحك اكيد لا فيكشن خيال اكيد لا هورر رعب وكذلك هذا لا ترافل سفر نعم هذا اكثر خيار مناسب فاذا نوصل انه هذا الكتاب او هذا الفيلم يعتبر فيلم متعلق بالسفر الصورة الثانية هنا منطيني طين اسم الكتاب القطة السوداء The sinister event of the story يقول لك الأحداث الشريرة لهذه القصة will keep you awake at night سوف تبقيك يقظا طوال الليل بين من صورة الكتاب ومن هذا الكلام هذا يعتبر هورر رعب صورة كتاب رعب أو صورة فيلم رعب اللي بعدها one of the first novels in the English language واحدة من أول الروايات في الأدب الإنجليزي أو في اللغة الإنجليزية روبنسون كروز روبنسون كروز بين من الصورة مع الغلاف هو مغامر شخص راح يغامر فهذا الكتاب أو هذا الفيلم يعتبر أدفنتشر مغامرة الرابعة Any of journey to destroy evil set in another world قصة ملحمية لرحلة لتدمير الشر في العالم الآخر شنو القصة المناسبة لهذا الكتاب أكيد هي رحلة ملحمية لتدمير الشر في العالم الآخر هذا أكيد فيعتبر فتشي خيالي فأقول له فيكشن الأخيرة أكيد كلكم تعرفون مستر بن ذا uh, The funniest comedy book of the year أكثر كتاب مضحك في السنة هذا يعتبر كوميدي مضحك هسا مبدئيا من الممكن أن واحد من ذن الجمل يجيب ليها بالامتحان وش يقول لي يعني على سبيل المثال يجيب لي الجملة الثانية يقول لي The sinister events of the story will keep you awake at night الاحداث الشريره لهذه القصه تبقيك يقظا طوال الليل يجيب لي هاي الجمله ويقول لي فراغ ومنطيني مجموعه كلمات باعلى السؤال يقول لك اسقط الكلمه بالفراغ المناسب فانت تعرف ان السنستر ايفنتس ستوري الاحداث الشريره من القصه تبقيك يقظا طوال الليل هذا يعتبر رعب فانت تنزل كلمه هورر اللي هو رعب امام الفراغ المناسب لها على شكل اسقاطات هذا ممكن يجي، يعني انا سابقا ما جاي بالامتحان الوزاري، لذلك مو فد مهم جدا، لكن احنا ننبه عليه، لان ممكن تجيني احدى هذه الجمل بالامتحان الوزاري. ننتقل الى كتاب النشاط، يقول لي Complete the article with the verbs in the box. اكمل هذا المقال بكلمات من الصندوق. Use each verb once. استخدم كل فعل مره واحده. didn't like معناها لم تعجبني، لم يعجبني. بعد، Go يذهب، هاي اغلبكم يعرفوها. got معناها حصل، read او read معناها قرأ take off معناها يقلع was معناها كان او كانوا was called معناها يدعى او يتم تسميته was made of مصنوع من went معناها ذهب الجو يذهب went ذهب where معناها كانوا were called معناها يدعون هسه <سؤال> هاي الكلمات اريدك تسقطها بالفراغات المناسبه إلها بهذا المقال، بالبدايه شو يقول لي؟ يقول I فراغ an interesting book لقد فراغ كتابا ممتعا، اكيد لقد قرات I read an interesting book recently مؤخرا. It's فراغ the mountains of the moon، جبال القمر، شنو الكلمه المناسبه للفراغ؟ اكيد كان يدعى جبال القمر، اسم هذا الكتاب was called the mountains of the moon. It was a science fiction story. هذه القصة تعتبر ساينس فيكشن خيال علمي. The main characters الشخصيات الرئيسية were called كانوا يدعون جيم اند ماري. They فراغ أسترونت لقد فراغ رواد فضاء. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ أكيد لقد كانوا رواد فضاء فأقول they were astronauts you know كما تعلم people who فراغ into space الناس التي فراغ للقمر. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ اكيد تذهب الى القمر فاقول له go to the space او into the space تذهب الى السبيس الى الفضاء they فراغ to the moon لقد فراغ الى القمر شنو الكلمه المناسبه للفراغ اكيد لقد ذهبوا الى القمر they found a mountain on the moon ووجدوا جبلا على القمر it's فراغ gold انه فراغ الذهب شنو الكلمه المناسبه للفراغ اكيد كلمه كان مصنوع من الذهب it was made of gold they فراغ lots of the gold لقد فراغ الكثير من الذهب شنو الكلمه المناسبه للفراغ اكيد كلمه got حصلوا على الكثير من الذهب but then لكن بعدها the spaceships was too heavy السفينه كانت جدا ثقيله it couldn't فراغ لم تستطع فراغ ما قدرت هذه السفينه الفضائيه ان تقلع فاقول it couldn't take off لم تستطع ان تقلع I فراغ the ending أنا فراغ النهاية انا يعني بالنسبه لي ما عجبتني هاي النهايه اقول اي didnt لايك ذس ذا انا لم تعجبني النهايه بيكوز ات واز فيري sad لانها كانت حزينه جدا هذا ما يخص تمرين رقم واحد هذا التمرين اعيد واكرر نفس الطريقه بعض الشيء مهم من الممكن ان تجيني احد هذه الجمل بسؤال الاسقاطات لكن احنا مثل ما تعودنا باليونت الاول اكو تمارين اسقاطات جدا مهمه ودائما يركزون عليها بالوزاري ويتكرر من عندها بالاسئله بالامتحان الوزاري هذه التمارين هي المهمة لكن هذا التمرين مثل تمرين رقم واحد يعني ملا مرة جايب بالامتحان الوزاري السنوات السابقة لذلك نادرا يجي بالامتحان الوزاري احنا نركز على الامور المهمه ان شاء الله راح نقول هذا التمرين مهم جدا اللي هو تمارين التعاريف التوصيلات الى اخره ننتقل الى تمرين رقم اثنين يقول لي فايند ذا ووردز ان ذا وورد سيرش تو ديسكرايب ايتش تايب اوف ا بوك ان يور ستودنتس بوك شوف هنا ايش يقول لي يقول لك انا منطيك كلمات مبعثره او حروف مبعثره اريدك تلقى لي كلمات اسماء الكتب اللي اخذناها بدايه الدرس سهله احنا متعودين عليها هذه بالمراحل السابقه يعني مثلا عندنا كلمه كوميدي كوميدي معناها مضحك بعد بالثانيه عندي كلمة هورر هورر معناها رعب. بعد. adventure، adventure معناها مغامرة وهكذا، أنا دا ألقى كلمات، هو منطيني إياها ببداية الدرس. فيكشن، فيكشن معناها خيال. بعد. travel معناها سفر. بعد. بالنسبة للأحرف الطويلة، اكو كلمة جديدة، هسه راح نطلعها اللي هي كلمة character. هذا شو يقول لي؟ يقول لي a person in a book film or play is طلاب هذه الجملة جملة مهمة جدا 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 بالامتحان التحريري يعني هسه اول شيء خلينا نتعرف عليها يقول لي a person عبارة عن شخص in a book في كتاب or a film او مس او فيلم او بلاي او مسرحيه هذا الشخصيه اللي بداخل هذا الكتاب او بداخل هذا الفيلم او داخل مسرحيه شو نسميها نسميها كاركتر اللي هي هاي طلعناها كاركتر معناها شخصيه هنا من الممكن أن يجيب لي هذا التعريف بالامتحان الوزاري ويقول لي أسقط الكلمة امام التعريف المناسبة لها تعريف الشخص اللي بالمسرحية أو بالفيلم اسمه كاركتر فأنت لازم تسقط كلمة كاركتر أمام هذا التعريف المناسب لها هذا التعريف حاولوا تركزون عليه لأن بعض الأحيان أو سنة من السنوات إجاني قال لي سقط الكلمه من التعريف المناسب لها وانطاني هذا التعريف وقل لي سقط كلمه كاركتر امام التعريف المناسب لها فحاولوا تحفظون هذا التعريف هذا ما يخص تمرين رقم اثنين حاليا اللي كلمات مجرد نشاط صفي دا يدربني اكثر على حفظ كلمات انواع الافلام والمسرحيات والكتب حفظناهن وانه بطاني تعريف جديد لكلمه الكاركتر الشخصيه الان ننتقل الى تمرين رقم ثلاثه يقول لي توك اباوت يور فيفورت بوك تحدث عن كتابك المفضل Tell your partner why you like it وأخبر زميلك لماذا أحببت هذا الكتاب هنا كل طالب يتحدث عن كتاب معين هو قرأه مؤخرا ويبدأ يتحدث عن هذا الكتاب فلاحظوا بالتمرين رقم أربعة يقول لي answer the questions about your favorite book أجب على الأسئلة عن كتابك المفضل مثلا what is your opinion of the book ما هو رأيك في في الكتاب اللي أنت قرأته مثلا أقول له it is على سبيل المثال interesting إنه ممتع انا يعني برأيي هذا الكتاب اللي قرأته ممتع What it was called او What was it called ماذا كان يدعى شنو اسم الكتاب مثلا Lord of Rings سيد الخواتيم سيد الخواتيم يعتبر كتاب او رواية وبعدين حولوه الى فيلم What were the main characters called ماذا كانوا يدعون آه الشخصيات الرئيسية اللي بهذا الكتاب اللي انت قرأته مثلا اقول له Gandalf الشخصية الأولى فرودو الشخصية الثانية وأبدي أعدد له باقي الشخصيات قال لي زين ديسكرايب ذا مين كاركترز تقدر توصف لي اياهم هؤلاء الشخصيات احنا اخذنا موضوع الوصف باليونت الاول فكل طالب يجي يوصف او يتذكر الشخصيه اللي بالكتاب او بهذا الفيلم اللي شافه ويبدي يوصفها وات هابند تو ذا ستوري او ان ذا ستوري ما الذي حدث في القصه كذلك هنا الطالب يبدي يلخص القصه بشكل مختصر هو يتذكر القصه يبدا يلخصها بالطريقه اللي تعجبه، كذلك هذا التمرين رقم ثلاثه وتمرين رقم اربعه مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي، لاحظنا انه درس اليوم درس بسيط جدا اغلب انشطته انشطه صفيه، عندي فقط اربع خمس كلمات اللي هن متعلقات بانواع الكتب او المسرحيات او الافلام، حاولوا تحفظوهن لانها مهمه وتفيدكم بالدروس القادمه. اما باقي انشطه الدرس انشطه صيفيه غير مهمه الامتحان التحريري او الامتحان الشفوي ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على الحسابات الموجوده في الفيديو في الوصف